A survey looking at attitudes to race in Arabic-speaking countries carried out on behalf of BBC News Arabic revealed that Egyptians don't believe there's a problem there with racial discrimination. But this is contradicted by the testimonies of some. البت التخينه السوداء سودو معفنين حماده جيبوك طلع عليها تهاني ضلمه احصائيه مضحكه جدا بالنسبه لي يعني كل دول قالوا انه ما فيش ما عندناش عنصريه ولا هم مش حاسين بالعنصريه في ابتدائي كانوا مثلا لما يميزوني البت التخينه السوداء في اعدادي اعتقد انا كان نفسي البس تي شيرت احمر في حد قال مثل كده كنت اول مره اسمعه في حياتي عايز تضحك على الاسمر لبسه احمر وانا في تانية ثانوي في حد كان طلع عليا تهاني ضلمه وانا ساعتها غضبت قوي كان في ساعتها كريمات طالعه اللي هي بتاعه التفتيح وبعدين لقيت بنات الافتح مني بيستخدموها وبداوا يتكلموا معايا ما تحطي الحاجات دي في وشك ما بعد اقتنع واشوف ان دي مقاييس الجمال يعني بعد ما خلصت الجامعه 24 25 سنه 26 سنه وانا ما خلصت الجامعه ما كانش عندي اي ثقه في نفسي في شكلي تماما بدات احس ان اقل من اللي موجودين ان انا طبع اقل شكل اقل 12 سنين تقريبا رحت الدكتوره اكتشفت ان انا كنت بعيط بسبب الكلام المؤذي ده من بعد 2013-2014 بدأت شوية أحب شعري وأحب لوني رحت محل أجيب فساتين بعدين شفت فستان أحمر قدامي بس أنا جبته عند أنا ما بلبسوش مرة واحدة بس وجبته ساعتها عشان أثبت لنفسي إنه طبيعي جدا تلبسي أحمر كانت في كده موضة كانت بتاعت أغاني الهيب هوب والراب وكان ساعتها لسه بقى بيانسي ولسه ميسي إليوت كل دول كانوا بدأوا شوية هنا في مصر يعرفوهم بدأت صورة الجمال تتغير فبدأوا يعني يتقبلوا إنه إيه دول حلوين فشويتين بدأوا يشوفوا إن في مصر في مصر شبه دول نفسي يبقى في التلفزيون والأفلام ما بتقللش ما يبقوش جايبين واحدة سمراء أو سودة سواء مصرية أو غير مصرية أبقى بتريق عليها أبقى جايبها مثال للقبح مثال اللي هي شخص أقل مفيش لون أحسن من لون فالناس لازم تفهم ده